صحيفة ليبيا تحت شعار نحن لا نستسلم ننتصر أو نموت، وتسمية شارع ببلدية رام الله بفلسطين المحتلة باسم بو عزيزي وسالي زهران. وفي صحيفة ليبيا اليوم رفعوا علم استقلال ليبيا في السفارة الليبية بسويسرا، ونداء من مواطنين ليبيين إلى القنوات الفضائية بمتابعة مصير الطيارين الليبيين اللذين هبطا في مالطا. أنباء عن تمركز 10 دبابات قبل مدخل تاجوراء بجانب المستشفى، ويشتبه أنها من كتيبة المعتصم، ودبابتين في وسط تاجوراء، و4 دبابات بمنطقة عرادة قرب مطار معتيقة. إطلاق نار في باب العجزية، وكتيبة حمزة التابعة لنظام القذافي تقصف مبنى الراديو في مصراتة فجر أمس. منطقة مرسى البريقة النفطية بمصفاتها البترولية وميناء تصدير النفط ومصانعها للمشتقات النفطية وتسييل الغاز باتت تحت سيطرة المواطنين واللجان الشعبية. وفي أبرز عناوين الخليج الإماراتية، عزلة القذافي تزداد ليبيا وعالميا. وفي موضوع آخر، تنقل الخليج عن مصادر قولها أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد يحل السلطة في أيلول سبتمبر. ونطالع في صحيفة القدس العربية أنباء عن احتمال تدخل حلف الأطلس لضرب الطيران الليبي إذا شن هجمات ضد الشعب. الأمم المتحدة تنهي مهام عائشة القذافي كسفيرة في نوايا حسنة. المعارضة المصرية تطالب الجيش باعتقال أحمد قذافي الدم ابن عم الرئيس الليبي والموجود حاليا في القاهرة بتهمة قتل الشعب الليبي. الرباط تمنع وقف التضامن مع الشعب الليبي. في عناوين الشرق الأوسط، المنسق العام للعلاقات المصرية الليبية أحمد قذافي الدم المبعوث الشخصي للقذافي ينفي تكليفه بمهمة لدى قبائل أولاد علي في مصر. عضو مجلس قيادة الثورة عبد المنعم الهوني يقول للصحيفة لو امتلك القذافي قنبلة نووية لما تردد في استخدامها. وفي صحيفة الحياة اللندنية، معارضو القذافي يوسعون سيطرتهم غربا ومخاوف من كارثة إنسانية. أوروبا تعد لعقوبات ضد ليبيا ومطالبات لمجلس الأمن الدولي بالتحرك. ذعر في الأسواق مع توقعات ببلوغ النفط 220 دولارا. وورد في صحيفة الأهرام المصرية، وزير الخارجية أحمد أبو الغيط أكد أن محاولة اغتيال عمر سليمان نائب الرئيس الأسبق والتي نفتها بعض المصادر منذ أسابيع كانت صحيحة. منع أحمد نظيف وعاطف عبيد وأنس الفقي وفاروق حسني وأسامة الشيخ من السفر. البابا سنودة الكنائس المصرية الثلاث في المدن الليبية طرابلس وبنغازي ومصراتة بخير ولم تصب بأي سوء. في صحيفة الاندبندنت البريطانية كتب روبرت فيسك تحت عنوان طرابلس مدينة على شفا وظلال الموت، إطلاق نار في الضواحي وخوف وجوع وفوضى. وفي عنوان آخر، القذافي يحاول بأقصى قوة إحكام السيطرة ولكن ليبيا خرجت بالفعل من قبضته. في الديلي تيليغراف، انتقادات للحكومة البريطانية لعدم تمكنها من إجلاء 300 بريطاني من ليبيا بسهولة. وتساءلت مجلة الفورين بوليسي الأمريكية كيف وثق الغرب في نظام القذافي المثير للشبهات ولماذا؟ إيران هي الرابح الأكبر من الثورات العربية، والديمقراطية في تونس تخشى من تناسي العالم لها بعد تحقيق الشعب ثورة غير مسبوقة. صحيفة ليبراس الإسبريسو الإيطالية كتبت برلسكوني السياسي الوحيد الذي يجري محادثة هاتفية مع القذافي. صداقة برلسكوني للقذافي تحرج روما أمام حلفائها الغربيين والعرب، وروما تخشى وقف إمدادات الطاقة من ليبيا ووصول أمواج من المهاجرين إلى أراضيها. مجلة لوبوان الفرنسية نشرت شهادات موثقة لفرنسيين شهدوا واقعة بنغازي، مجزرة حقيقية وشاملة في ليبيا تعرض لها أهالي مدينة بنغازي. القذافي زبون من الدرجة الأولى للأسلحة الفرنسية، وغضب الرئيس ساركوزي من القذافي يحمله على تعليق العلاقات الاقتصادية والمالية مع ليبيا، والمعارضة تطالب بخطوات أكثر شدة. نقلت صحيفة ليبراسيون الفرنسية عن شهود أعيان فرنسيين عائدين من ليبيا قولهم أن الطائرات الليبية قصفت مخازن الذخيرة حتى لا يسيطر عليها الأهالي الثائرون ويستعملونها ضد القوات الحكومية والمرتزقة. وطبيب فرنسي يعمل في ليبيا يؤكد أن أكثر من 2000 قتيل سقطوا في بنغازي. وفي عنوان متصل أخيرا، أوباما يدعو العالم إلى اتخاذ موقف موحد ضد حكومة القذافي ويندد بأعمال العنف، وعمى أوروبا عن أحداث ليبيا كان كارثيا. وعنوان صحيفة لو باريزيان الفرنسية، وزيرة الخارجية الفرنسية ميشيل أليو ماري في زيارة إلى الكويت غدا الجمعة لبحث آخر التطورات العربية وتحسين صورة فرنسا الدبلوماسية. شكرا لمتابعتكم مشاهدينا.